نظمت ستارت اب بحرين المنصة الرائدة في منظومة ريادة الأعمال بمملكة البحرين مسابقتها الثانية من سلسلة جولات ستارت اب بحرين، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة وصندوق العمل تمكين ومجلس التنمية الاقتصادية وبنك البحرين للتنمية، والتي تفتح المجال أمام رواد الأعمال لاستعراض أنشطتهم. هذا وتنافست في المسابقة 6 شركات محلية ناشئة استعرضت مشاريعها لجنة التحكيم، والتي ضمت عددا من الحكام الإقليميين والمحليين وبحضور عدد من المستثمرين والقادة في المنظومة الريادية. مشاريع واعدة، أفكار خلاقة لست شركات بحرينية ناشئة تحتضنها مسابقة ستارت أب البحرين، وتفتح المجال أمامهم للمنافسة على الفوز بجائزة المسابقة، والتي ستفتح الباب على مصراعيه أمام الفائز ليتوسع نشاطه التجاري ويكون قادرا على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية. هاي المسابقة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة وبنك البحرين للتنمية ومجلس التنمية الاقتصادية وطبعا تمكين، نحاول ان احنا نوجد حلول تمويلية للشركات الناشئة بحيث انها تتدرب في عرض مشاريعها على المستثمرين، وتلاقي المستثمرين اللي ممكن انه يوفرون لها فرص استثمارية وفرص تمويلية. هذا كان نتيجة برنامج مدة اسبوعين، شباب مروا بمخيم يساعدهم في طريقة العرض وطريقة تحجيم السوق وطريقة كيف اقناع المستثمرين ان يستثمروا فيهم، فهذا كان نتيجة هذه الاسبوعين من عمل، والحمد لله ما شاء الله كانوا النتائج ممتازة، والشباب ايضا الفائز هو تم اختياره بحكم كان في معايير، وكل واحد كل حكم صوت وعلى ضوءه فاز. هذه المسابقة تضم فرصا تمويلية للمشاريع الناشئة لرواد الأعمال البحرينيين ليكونوا قادرين على المضي قدما لتطوير أعمالهم. قدرنا نحصل المركز الأول في المسابقة اللي قدمتها ستارت اب بحرين، والحمد لله يعني كانت فرصة وايد جميلة وخلتنا نتعلم زيادة عن شلون نقدر نقدم وحق المساهمين والمستثمرين في المستقبل إن شاء الله، وإن شاء الله بداية خير لنا جميعا بالجائزة. إن شاء الله بنقدر الحين نوسع الفريق ونقدر ندخل أسواق ما كنا داخلين فيها من قبل. مشاركة رواد الأعمال في هذه المسابقة تعد فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف الأطراف في ستارت أب البحرين، فضلا عن دورها في تدريب المشاركين على إيصال أفكارهم وأعمالهم بأسلوب متميز والتخلص من نقاط الضعف وتحويلها إلى قوة وقدرة عالية لتمكين المشروع في السوق المحلية. تعد هذه المسابقة منصة حاضنة للمشاريع الناشئة في مملكة البحرين لما لها من دور في تعزيز منظومة ريادة الأعمال ودعم المشاريع البحرينية الناشئة ليكون لها دور بارز في قطاع المال والأعمال في المملكة. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.